طيران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حد يشرح لي، انا ما بحبش الناس تقول لي كم حادثه طيران وكم حادثه عربيه. انا اسفه، عربيه عطلت هنركن على جنب او هقف في نص الشارع عادي وهنزل، عطلت بقى الطياره بقى. حته حديده بمراوح، انا ما حدش ما تحاولوش، بس الموضوع انتهى. ابني طبعا اهو بيا جوزي. بالنسبه لي انه طبعا الطبيعي اهالينا واصحابنا وكل الحاجات دي كلها، بس انا يعني لولا وقفه جوزي معايا وان هو مصدق فيا وان هو بيساندني وبيساعدني في حياتي ومع ابني وهو مبسوط مش حاسس بغل، يعني مش بيعملها وبعد كده هيجي يذلني في يوم ما، فانا مش عارفه ما كنتش عمري هوصل الصراحه للي انا فيه دلوقتي. يعني يعني عندكم وقت قد ايه؟ بس عايزه اقول على حاجه، على الاذيه دي حاجه انا اتعلمتها ممكن الناس، ان احنا كتير قوي لما حد بيأذينا بنحس ان احنا عايزين ننتقم، يعني دي اول احساس بيجي لنا. فمش عايزه بس اتفلسف فيها، بس ده حقيقي انا جربته، ان انت لما تبقى عايز تنتقم وعندك تفكير انا ممكن اعمل ايه عشان اضايقه والحاجات دي كلها. فكنت عرفت مره حاجه حلوه قوي وممكن يعني تساعد يعني الناس في تفكيرها، انه انت لما بتبقى عندك تفكير الانتقام كانك انت بتشرب السم واللي عايز اللي قدامك هو اللي يموت. مش بقول والله العظيم نصايح، يعني مش معقول. الكليشيه طبعا اوبرا، في حاجه في اوبرا غير ان هي طبعا مقدمه برامج مش محتاجه طبعا، يعني هي زميله طبعا دلوقتي يعني تعتبر، بس اللي انا بحب فيها قوي وبحس انه ده اللي خلاني فهمت يعني اهميه الشغلانه دي، ان انت ربنا لو مدي لك منصه ومدي لك موهبه ان انت بتعمل شيء والناس حابينك عليه، ان انت مش بس ان انت بتبسط وتسعد الناس، انت كمان لازم تحاول تساعدهم. انه ربنا هنا بيخلق، يعني كان محمد علي البوكسر المعروف قال ان احنا كلنا هنا، ربنا مش بيخلق حد بالصدفه، فلازم تعرف هدفك في الحياه، ولما انت تلاقي نفسك عندك موهبه ازاي تقدر تساعد بيها اشخاص تانيين عشان تحاول تحسن من حياتهم، وده اللي اوبرا صراحه بتعمله على طول. يعني عملت تجميل، لو كنت بص يعني انا من الناس اللي هو يقول لك انا يعني لازم اعمل ابتدي اعمل بوتوكس والحاجات دي كلها، يستحيل طبعا، انا هيبقى شكلي كده هيتغير شكلي تماما. بس لو كنت هعمل كنت ممكن اركب تشيك بونز. محتاجين غير انه هم على طول يبقوا بيتكلموا، لازم على طول يعرفوا ان الجواز ده، غير ان احنا يعني احنا عارفين طبعا كلنا صعب وفي امثله كتير قوي بتضحك على الموضوع ده، لكن هو زي اي حاجه في الحياه، يعني الحياه كلها صعبه، فيها كل حاجه صعبه، لكن لو انت مش بتثقف نفسك عن الجواز وانت بتساعد شريكك ان هو يفهم اكتر انت في انهي مرحله، وتكونوا بتتكلموا طول الوقت وتفكيركوا بيكبر وبيحصل له ابجريد، انسوا. لو في كسل يعني هيبقى كسلان انه يبذل في مشاعره ويكسل بقى، خلاص احنا بقالنا كتير متجوزين بقى انا حازم مجهود معاكي ليه بقى، خلاص خلصنا انت قاعده معايا قدام في البيت مثلا. يكسل ان هو يبذل مجهود مع عياله، يفتكر ويقعد يشتكي بعد كده يقول انا بنك، ما انت بنك، ما انت مش موجود، ما بتعملش حاجه، يعني اسمه على اسمك وانت حضرتك ضيف شرف معانا.